من غابره. هيا يا بكي الله يساعد السيد يا بارد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مو شغالة السماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين المنتجبين الغر الميامين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. سادة نحن والأنام عبيد ولنا طارف العلا والتليد، فبإيماننا اهتدى الناس طرا وبأيماننا استقام الوجود. وأبونا محمد سيد الكل فأجدر بولده أن يسود. ما عشقنا غير الوغى وهي تدري أنها سلوة لنا للخود. تتفانى شباننا للقاها وعليها يشب منا الوليد. ما عشقنا غير الوغى وهي تدري أنها سلوة لنا للخود. ولنا في الطفوف أعظم يوم هو للحشر ذكره مشهود. يوم وافى الحسين يرشد قوما من بني حرب ليس فيهم رشيد، فغدا يوقظ الناس فغدا يوقظ الناس للرشد وهم في كر الظلال رقود. ولقد كذبته أبناء حرب مثلما كذب المسيح اليهود.
فدعا له الكرام إلى الحرب، فهبوا كما تهب الأسود، ملأوا بالعدا جهنم حتى قنعت ما تقول هل لي مزيد. علويون علويون والشجاعة فيهم ورثتها آباؤهم والجدود، لا خبأت مرهفات آل علي، فهي النار والأعادي وقود، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة هدى ورحمة للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. لكل أمة أيها الإخوة تاريخ، والأمة التي لا تاريخ لها لا حضارة لها. الأمة التي لا تاريخ لها في الحقيقة ليست لها مرآة عاكسة تعكس لها أخبار الماضين، واللي لا يرى في المرآة العاكسة صورته ومنظره لا يرى في نفسه عيوبه. لا بد من مرآة ينظر إليها الإنسان فتعكس له عيوبه ومحاسنه، العيوب والمحاسن. والتاريخ مرآة عاكسة تعكس للأمة عيوبها ومحاسنها وصفاتها بشكل عام. هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى لا بد لنا أن نعرف ويعرف الناس جميعا أن التاريخ يكتب يسجل. نعم ربما اليوم يسجل فلا نرى ولا نسمع ولا نقرأ، ليش؟ لأن السلطان موجود والطاغية يحكم والسياط بيده يلهب ظهور الناس بالسياط، فلا يمكن للتاريخ أن يكشف ما كتب وأن يعبر عما كتب. لكن إذا زالت هذه الغبرة، إذا انتهى هذا السواد المظلم الحالك، إذا انتهى هذا الليل وبزغ نور الفجر، وإذا بالتاريخ يكشف لنا الحقائق، تنجلي الحقائق بعد أن تزول الغبرة.
طالما الجو مكفهر بالغبار ومحفوف بالظلام لا يستطيع التاريخ أن يكشف لنا الحقائق. فإذا زالت هذه الظلمة وزالت هذه الغبرة يكشف لنا التاريخ عما سجل، ما سجل وما كتب. ولهذا احنا نشوف الدول تقوم وتطول، أيام السلطان، أيام الدول، أيام الحاكم، التاريخ ما يتحدث عنه شيء. فإذا مات وزال وانتهى، وإذا به التاريخ يرفع رأسه ويكشف عن الحقائق. الناس ما كانوا يدرون عن حقائق علي ومعاوية إلا بعد أن انتهى معاوية وانتهت دولة بني أمية. الناس ما كانوا يعرفون كل هؤلاء الذين حكموا بلاد الإسلام، المحسنين منهم بعضهم القليل القليل، فيهم ناس محسن مثل عمر بن عبد العزيز، أو السيئين وهم الأكثر. ما كان الناس، ما كانت الأجيال لتعرف عنهم حقائق الأمور إلا بعد أن زالت الأيام، أيامهم انتهت، فكشف التاريخ صفحته وحمل رايته ونشر أوراقه. يبقى التاريخ يدون ويخفي، يسجل ويكتم على تسجيله مثل الكمبيوتر، يسجل ويكتم. فإذا دارت الأيام في دورتها وزال هذا السلطان، راحت هذه الغبرة، زالت وطلع الفجر على التاريخ، يكشف أوراقه. الناس في أيام الأمويين ما كانوا يعرفون عيوب الأمويين وسيئاتهم، في أيام العباسيين ما كانوا يعرفون حقائق كثيرة عن مظالم العباسيين وسيئات أعمالهم، بل بالعكس عندهم صورة جيدة عن الخليفة العباسي، داير مدايرهم هالة من عظمة، هارون الرشيد، يسموه هارون، اسمه هارون يلقب بالرشيد، رشيد في عقله وحكومته وفكره، حكيم رشيد، هكذا معروف بالرشد ومعروف بالصلاح، يسموه أمير المؤمنين. بعدين التاريخ كشف لنا أنه كان هو وأخت العباسة وجعفر البرمكي وفلان وفلان يجلسون مجالس خاصة، يشربون ويسكرون ويسمعون الغناء ويطربون طول الليل، كان عنده سهرات حمراء، حتى عرفت الليالي العربيدة بالليالي الرشيد. الآن في كثير من البلاد تشوف ملهى الرشيد، سينما الرشيد، ينسبون هذه الدور، دور الفساد، إلى الرشيد. ليش؟ لأن التاريخ كشف صفحته، كشف ما دون وما سجل عن هارون، وإذا به رجل عربيد مستهتر بأحكام الله، يشرب، يفجر، يعمل ما يشاء. التاريخ بعد زوال الدولة العباسية استطاع أن يكشف حقيقة الرشيد، بعد زوال الدولة الأموية استطاع أن يقول كلمته في حكام بني أمية، في حياتهم ما يقدر. كذلك اليوم، وكذلك أمس، وكذلك كل يوم مع كل إنسان، مع كل دولة، إذا انتهى هذا الظالم الغاشم، هذا الرجل، تطلع سيئاته ومنكراته. إنما التاريخ يسجل، ما يضيع شيء عليه. شوف هذا طاغية العراق، من أول يوم هم أمس احتفلوا بالعيد 25 من تأسيس دولتهم المشؤومة وحكمهم البعثي العفلقي الغاشم. 25 عام الناس في العراق وفي غير العراق عانوا الأمرين، عانوا الويلات من هذه الدولة ومن مؤسسينها والقائمين عليها. إنما أنا وأنت ربما ما نعرف كل شيء، ربما أنا وأنت نعرف، أنا أعرف، أنت تعرف، لكن الدنيا ما يعرف، الأجيال ما تعرف، الناس اللي يأتون في المستقبل لا يعرفون، أولادنا وأحفادنا والأجيال القادمين لا يعرفون حقيقة الأمور. يجي التاريخ يكشف لهم، لأن التاريخ قاعد يدون ويسجل. لا تصدق
لو قالوا لك بأن هناك تعتيم إعلامي على التاريخ، في تعتيم إعلامي لكن على الناس، على محطات الإذاعة والتلفزيون، أما التاريخ فلا تعتيم عليه، ما في حاجز يقف ومانع في طريق التاريخ وفي طريق تدوين التاريخ. التاريخ يدون. احنا عندنا أخبار عاد وثمود، عندنا أخبار الفراعنة والقياصرة والأكاسرة، عندنا أخبار أبي البشر آدم وإلى يومنا هذا. التاريخ كله مدون، ما أقول لك كله صحيح، لا، يمكن فيه صحيح ويمكن فيه سقيم، إنما مدون مسجل، ما في شيء يخفى على التاريخ. وكل أمة لابد لها من تاريخ، والتاريخ يدل على الحضارة. احنا نستدل بالتاريخ على أن في هذا البلد كانت حضارة قديمة عمرها 2000 عام، أو في هالأمة أمة عريقة تنتمي إلى حضارة متأصلة الجذور، متعمقة الجذور. من وين نعرف ذلك؟ من تاريخهم. فالتاريخ يدون. هذه كانت مقدمة إلى موضوعنا، للدخول في موضوعنا. وموضوعنا هو هؤلاء الحاكمون الظالمون الذين هتكوا حرمة الإسلام والمسلمين من غير حياء ولا خجل ولا وجل. أمس ذكرنا بعض منهم، والليلة نذكر بعض منهم بمناسبة حادث هذا اليوم. اليوم شقيت بالشهر؟ على قول 28، على قول آخر نعم 28 محرم سنة 1414 هجرية، وهكذا 28 من محرم الحرام سنة 1414 للهجرة المحمدية الشريفة. صلوا عليه بأعلى أصواتكم. في 28 من شهر محرم الحرام سنة 64 للهجرة، في مثل هذا اليوم دخلت جيوش الشام وحاصرت الكعبة وضربوا الكعبة بالمنجنيق وبالنار، كانوا قطع الأقمشة من الكتان والقطن يصبون عليها النفط ويرمونها بالمنجنيق على الكعبة حتى هدموا الكعبة وأحرقوها وأحرقوا ما فيها. وإليك تفصيل الخبر. التفصيل أنه بعد أن مات يزيد، بعد أن مات يزيد بن معاوية، بل في أيام يزيد بن معاوية في السنة الأخيرة، يزيد لعنه الله حكم 3 سنوات. في السنة الأولى أحدث فاجعة الطف، وفي السنة الثانية من حكمه أحدث واقعة الحرة، أرسل جيش بقيادة مسلم بن عقبة أو عقبة اللي عرف بعد ذلك بمسرف بن عقبة. التاريخ يسميه مسرف لأنه أسرف في قتل الناس وإراقة الدماء، وكان فاسقا فاجرا. أرسله إلى مدينة رسول الله، أهل المدينة ثاروا، طردوا الوالي الأموي، فأرسل إليهم مسرف بن عقبة وأباح المدينة لهم، له ولجنده، فدخلوا في المدينة وسلبوا ونهبوا وقتلوا. دخلوا على أبي أيوب الأنصاري، هذا الصحابي الجليل المعروف، وكان معروفا بولائه لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كان عنده حمام في البيت، ذبحوا قطعوا رؤوس الحمام حتى يحرقون قلبه، ثم جاءوا إليه ونتفوا شعر وجهه شعره وآذوه وضربوه وهتكوا الأعراض. حتى أن التاريخ، هذا التاريخ اللي يدون مدون عليهم، أن أهل المدينة إلى بعد 10 سنوات وقيل 20 سنة، لكن الأصح 10 سنوات،
بعد واقعة الطف إلى سنوات كان الرجل إذا أراد أن يزوج ابنته ما يضمن بكارتها لكثرة ما اعتدي على النساء وهتكت الأعراض لكثرة ما حصل. نفس اللي يحصل اليوم في البوسنة والهرسك، لكن ذولا كفار صرب وكروات وأعداء الله والدين والإسلام يعتدون على المسلمين. إنما مسرف بن عقبة كان مسلم يتظاهر بالإسلام، يزيد بن معاوية وجماعته وبنو أمية قاطبة لعنهم الله، هذول كانوا يدعون الإسلام، هذول كانوا يصلون بالناس صلاة الجماعة، ما كانوا يدعون بالكفر، ما كانوا يرضون لأنفسهم أن يقال لهم عنهم كفر ومشركين. أجى مسرف دخل المدينة وأباحها لجنده، ثم عاد. هذه السنة الثانية من حكم يزيد. السنة الثالثة من حكمه اعتصم عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير كان رايح باقي في مكة من أيام الحسين، يعني يوم اللي اجى الحسين سلام الله عليه إلى مكة وأراد الخروج من مكة وكان خائف. عبد الله بن الزبير كان في تلك الفترة في مكة، وكان بوده أن الحسين يطلع من مكة ساعة قبل ويرتاح منه، لأن شخصية الحسين كانت تغطي على شخصية عبد الله بن الزبير. الناس ذاك اليوم يقيمون وزن للحسين، عبد الله بن الزبير كان يقع تحت شعاع الحسين، يجي بالدرجة الثالثة والرابعة. إذا ما نقول الثالثة والرابعة فيأتي بالدرجة الثانية. كان الحسين سلام الله عليه مقدما عليه، كان الحسين أولى عليه، معترف كيف؟ واضح كيف؟ فكان يحاول بشتى الوسائل أن يتخلص من وجود الحسين في مكة، وبالفعل خرج الحسين متوجها إلى العراق فاستانس ارتاح. ذاك اليوم عبد الله بن عباس تلا عليه أبيات من جملتها يقول، يخاطب عبد الله بن الزبير يقول له: صفى لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري، افعل ما تشاء. المهم راح الحسين إلى العراق واستشهد. حصلت واقعة الطف، حصلت واقعة الحرة، ازداد نقمة المسلمين على الدولة الأموية وعلى يزيد بالذات، خصوصا بعد واقعة الطف. عبد الله بن الزبير قام يصطاد بالماء العكر. عبد الله بن الزبير وجد نفسه أنه ابن الزبير بن العوام، أبو صحابي، وهو هم يعتبر من أطفال الصحابة، إذا مو من الصحابة فمن التابعين، ومعروف وعند منزلته وشخصيته. استغل الفرصة، أعلن الثورة على دولة بني أمية. وإحنا عندما نقول استغل الفرصة، لأن نيته ما كانت خالصة، وبالفعل استولى على مكة واستولى على المدينة واستولى على الحجاز شيئا فشيء. يزيد بن معاوية في الشام ضعف أمره، لكن عنده جيش يوجهه إلى مكة، وبالفعل وجه جيش بقيادة نفس هذا الخبيث اللي وجهه إلى المدينة وهو مسرف بن عقبة، وجه جيشا بقيادة مسرف بن عقبة إلى مكة النوب. إلى حد العام الماضي كانوا في المدينة وحديثهم عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، إنما اليوم تحولوا إلى مكة. فقاد جيشه متوجها إلى مكة لمحاربة ابن الزبير. في أثناء الطريق وصل إلى مدينة يقال لها القديد، في القديد وافته المنية والتحق بالدرك الأسفل من النار، مات، راح مسرف بن عقبة. فكتبوا إلى يزيد بن معاوية أن مسرف بن عقبة ولا انتهى، فأمر كتب بتأمير الجيش وإمارة الجيش إلى الحسين بن نمير لعنه الله. والحسين بن نمير كان على رأس فرقة في كربلاء قاتل الحسين سلام الله عليه، يعني كان من قوات جيش الشام وجيش يزيد بن معاوية الذي اشترك في حرب أبي عبد الله الحسين، أمره على
الجيش المتوجه إلى مكة، إجا جيش الحسين بن نمير، حاصروا المكة، حاصروا مكة. أما عبد الله بن الزبير، عبد الله بن زبير أيها الأخوة لما استولى وأعلن نفسه خليفة، لما استولى على مكة وعلى المدينة على الحجاز أعلن نفسه خليفة، وبالفعل كان معه مجموعة يرون أنه هذا ابن الزبير بن العوام منزلته مقامه، لكن شيئا فشيء اكتشفوا أنه خبيث. من جملة المختار الثقفي كان ممن ساعد عبد الله بن الزبير وكان معه وفي رفقته، إلى أن اكتشف أنه هذا ما يحب أهل البيت، يكره أهل البيت كره شديد، حتى أنه منع الشهادة الثانية من الأذان. مؤذن كان يقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، حي على الصلاة، يطفر من أشهد أن لا إله إلا الله إلى حي على الصلاة 40 يوم على هالعادة وعلى هالخصلة الخبيثة. فقيل له في ذلك، سئل عن ذلك، قالوا له تعال يا ابن الزبير، الشهادة الثانية جزء من الأذان، الشهادة الثالثة رفضتوها، ما يخالف، قلنا ما يخالف، الشهادة الثانية شلون؟ قال شوف شي يقول كيف يبرر عملا، قال إن له، منو؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن له أهل سوء، يعني أهل سيئين، عترة، العترة الطيبين. قال رسول الله يقول عنهم أهل سوء، يصغر، ما يقول أهل سوء، يقول أهل سوء، يصغرهم. إن له أهل سوء إذا سمعوا اسم جدهم، من يأذن المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا سمعوا اسم جدهم اشرأبت أعناقهم، يفتخرون يستانسون من يسمعون اسم جدهم على المآذن، وأنا ما أحب أن تقر عيونهم. يشيل، يرفع الشهادة الثالثة من الأذان حتى أهل النبي، آل رسول الله، لا يستانسون من يسمعون اسم جدهم رسول الله. شوف الخبيث، هذا عبد الله بن الزبير. لا علينا، أعلن نفسه خليفة، أجل حسين بن نمير حاصر مكة، عبد الله بن زبير كل شيء كان يتبادر إلى ذهنه، متصور كل شيء إلا أن يعتدون عليه في الكعبة، هذه ما كان متصورها. ليش؟ لأن بني أمية وخلفاء بني أمية وحكام بني أمية كانوا يحاولون أن ظاهرهم، الصورة الظاهرية، الشكليات يحافظون عليها، مثل طاغية العراق، طاغية العراق يحاول، هذا وغيره 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 كثير، إنما هذا إحنا نتجرأ نقول اسمه، غيره ما نتجرأ نقول اسمه. هذا الخبيث يتظاهر بالشكليات، يطلعوه بالتلفزيون، وسائل الإعلام تركز الضوء عليه، رايح في حرم الأمير، رايح في حرم الحسين، مصلي جماعة. حتى مرة طلعوه حقيقة، صدقوني أنا شفته، ولعل بعضكم أيضا، طبعا مو الآن، في السنوات الماضية يوم اللي كان محترم، ملتفت كيف؟ رأيته أنا بنفسي في التلفزيون يطلعون صورته وهو يصلي في حرم الحسين سلام الله عليه، بس الخبيث ما يعرف يصلي، قال الله أكبر، وضع إيده هكذا، بعدين نزل مرة واحدة للسجود، يعني مو مصلي، لأول مرة يريد يصلي، فنسى الركوع، نزل للسجود مرة واحدة. وسائل الإعلام هم ما يلتفتوا، لأنهم هم ما يصلون كلهم، وهالمسائل ما يعرفوها، فطلعوه بالتلفزيون من القيام إلى السجود، ما في ركوع، عرفت شلون؟ هكذا. فيزيد بن معاوية وغير يزيد بن معاوية أيها الأخوة كانوا يحاولون الظواهر يحافظون عليها، المظاهر والشكليات يحافظون عليها. فما كان عبد الله بن الزبير يمر في خاطره أن القوم يجون يقتلوه أو يهدمون عليه الكعبة، هذه ما كانت تتبادر إلى ذهنه، إنما فعلوها وحصلت. يقول القرآن الكريم، شو يقول؟ آيات كثيرة حول المسجد الحرام، حول الكعبة، حول البلد الحرام،
لا سور كاملة لا أقسم بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، وآيات كثيرة منها هذه الآية يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. من أسماء مكة بكة، مكة لها أسماء متعددة، مكة وبكة وأم القرى وأسماء عديدة. يقول أول بيت، أول عمارة، أول بناء مبارك وعظيم أنشئ على الأرض على هذه الكرة هو بيت الله الحرام. إن أول بيت وضع للناس يعني لعبادة الناس، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. شبيه هذا البيت مبارك، وضع مباركا، وضع هدى للعالمين. ماذا فيه؟ فيه آيات بينات مقام إبراهيم، من جملة الآيات مقام إبراهيم. بعد من امتيازات هذا البيت، من عظمة هذا البيت أنه شفيه ومن دخله كان آمنا. صريح القرآن على أن الداخل إلى هذا البيت في أمن وأمان، وبالفعل هذه القاعدة القرآنية تترتب عليها أحكام شرعية أيها الأخوة، أحكام شرعية. لهذا مو بس الإنسان آمن، حتى الحيوان آمن، الطيور آمنة، الوحوش آمنة، الحشرات آمنة، حتى الحشرات والهوام آمنة في بيت الله الحرام. آية صريحة وحكم شرعي صريح، ملتفت كيف؟ مع ذلك فكرك عندي، مع ذلك اجى الحسين بن نمير ركز الجيوش على الجبال المحيطة بمكة، لأن مكة محاطة بالجبال. هذه بالفترة الأخيرة قطعوا الجبال وخربوها ووسعوا مكة وخلوا هذه الأنفاق، هذه من 10 سنوات 15 سنة، وإلا كانت ولا زالت محاطة بالجبال، قرية صغيرة صايرة في وادي عميق. والقرآن يسمي مكة وادي، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. هذه كانت مكة محاطة بالجبال. اليوم الجبال أزيحت، الجبال الطبيعية أزيحت، صار بدالها جبال صنعها الناس، هذه العمارات، هالبيوت، هذه الضخمة والبنايات المرتفعة، ذيك الجبال راحت، هذه الجبال صارت بدالها. فمكة هي جهز الجيش أيها الأخوة وأحضره وأجلسه على، يعني ركزه على قمم هذه الجبال، وجعلوا يهددون عبد الله بن الزبير حتى يستسلم. عبد الله بن الزبير مثل ما بينت لك ما كان يصدق أن القوم يسووها يفعلوها، لكنهم فعلوها. فجي كتب التاريخ أيها الأخوة تذكر من ذاك اليوم، واللي يقول لك النفط مكتشفي في وقت متأخر مشتبه، لأن في التاريخ كاتب أن ذاك اليوم كان يجيب قطع الحجارة، قطع الصخر، الحجارة الكبيرة، الصخر الضخم، يلفه بالقطن أو الكتان، ثم يلطخ بالنفط، يصب عليه النفط. ذاك اليوم يمكن ما في نفط صافي، في نفط المستخرج هذا كان فيه النفط، يصب عليه النفط ويوضع في المنجنيق ويشعل فيه النار، بعدين يرمى هالقذيفة، هذه الكتلة العظيمة من اللهب، الكتلة العظيمة من النار، هذه يوجهها صوب الكعبة. آلاف القذائف النارية اجت إلى الكعبة، حتى أحرقوا الكعبة وهدموا جدرانها وهدموا سقفها وكل شيء فيها أحرق وتهدم،
حتى يذكر الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه من مصادر تاريخية موثوق بها، يقول كان في الكعبة قرون الذبيحة اللي ذبحها إبراهيم الخليل فداء لولده إسماعيل، الذبح اللي نزل به جبرائيل من السماء يقول وفديناه بذبح عظيم، فداه الله بكبش عظيم له قرنان عظيمان، القرنان كانا معلقين بسقف الكعبة، فالقرنين هم أحرقا بالنار، وأحرقت الكعبة وأحرق المسجد الحرام، وأصبح البيت الحرام اللي يقول عنه القرآن ومن دخله كان آمنا، المسجد الحرام اللي يقول عنه القرآن ببكة مباركا وهدى للعالمين، اللي يقول عنه يقسم به يقول لا أقسم بهذا البلد، هذه لا زائدة، لا أقسم يعني أقسم، هذه وردت في القرآن في موارد كثيرة، يقول لا ولا زائدة، لا أقسم يعني أقسم، مثل أنا أقول لك ترى أنا والله ما أحلف لك بالله، ما أحلف بالله يعني أنا أحلف بالله، لا أقسم بهذا البلد لعظمة البلد، يقسم بالبلد، هذا البلد الذي يقسم الله به، هذا البلد الذي يسميه مبارك ومن دخله كان آمنا، هذا البلد أحرقوه بالنار. أنا أسأل هؤلاء الذين يدافعون عن بني أمية، هؤلاء الذين يعظمون ويقدسون بني أمية اليوم في العالم الإسلامي في البلاد الإسلامية، يقول لا تلعنوهم، قوة غصب يرضى بلعن يزيد، يقول العن يزيد ولا تزيد، هذا اللي يرضى بلعن يزيد، فيهم من لا يرضى بلعن يزيد، يقول يزيد أمير المؤمنين، يزيد الخليفة المظلوم، ما يجوز لعنه. واحد منهم سألوه من فقهائهم يقولوا له أنت ترضى بلعن يزيد؟ هاي القضية مختلفين فيها، واحد يقول إيه يلعن ويلعن أبوه بعد، واحد يلعن ويقول لا تزيد، واحد منهم يقول أنا ما ألعن، حتى إبليس ما ألعنه، واللعن مو زين، ملتفت كيف؟ اللعن مو لطيف، حتى إبليس أنا ما ألعنه، زين مكسور رقبة يا كذا، أبعدك الله، القرآن يلعن إبليس، القرآن يلعن أقوام، الله سبحانه وتعالى يلعن، فكيف أنت تمتنع عن الابن إلا أن تكون أنت إبليس ومن أولاد إبليس ومن أتباع إبليس؟ هذا يزيد وذول بنو أمية الذين هدموا الكعبة، هتكوا الأعراض، قتلوا الناس، أبادوا الجماعات، فعلوا ما فعلوا، هذا شبق منهم، كيف واحد يقدسهم؟ إحنا إنما نلعنهم، إنما نذكرهم بسوء، مو بغضا لهم بشكل خاص، ولو إحنا نبغضهم بشكل خاص، لكن الهدف أعمق وأسمى من ذلك، إحنا تأخذنا الغيرة على الإسلام لأنهم هتكوا الإسلام وهتكوا أعراض المسلمات وقتلوا المسلمين، والله أمر بلعنهم، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا، هؤلاء آذوا الله ورسوله، هذا القرآن الكريم يقول اللي يؤذي النبي ملعون، وهذا آذوا النبي، في أذية أكبر من قتلهم للحسين وهتكهم للحرمات وهدمهم للكعبة؟ في أشد من هذه؟ على أساس أنت تدافع عنهم؟ بماذا تجيب الله غدا يوم القيامة؟ زين هذول ضربوا الكعبة بالمنجنيق، وفي هالأثناء قبل أن يستولون عبد الله بن الزبير ما صار في شيء، إنما الكعبة هدموها، هو تحصن بها، ظل متحصن، في هالأثناء وصل خبر التحاق يزيد بالدرك الأسفل من النار، وانتهت السنة الثالثة من حياته، السنة الأولى أحدث فاجعة الطف، السنة الثانية أحدث واقعة الحرة في المدينة، أباح المدينة، وفي السنة الثالثة هدم الكعبة وأحرقها. ابن نمير محاصر للكعبة، فوصله نبأ موت يزيد بن معاوية، فتوقف القتال، وحصلت بلبلة في الشام،
ما عندهم خليفة، انتقلت الخلافة إلى ولده معاوية الثاني، معاوية الثاني ابن يزيد، اتنازل لا تلعنه، معاوية الثاني إنسان صالح، معاوية الأول أبوه مثله، معاوية الثاني ابن يزيد، سبحان الله، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هذا مصداق يخرج الحي من الميت، معاوية الثاني ابن يزيد عنده ولد اسمه معاوية، يقال له معاوية الثاني، هذا صعد المنبر وجعل على المنبر يلعن أبوه ويلعن جده، وقال إنهم غصبوا الخلافة وأساءوا إلى الناس وظلموا العباد وأفسدوا في البلاد وأنا بريء منهم وأنا متنازل من خلافتكم، هذه ما أريدها، افعلوا في أنفسكم ما شئتم. نزل من على المنبر، كانت أمه واقفة لما سمعت هالكلام منه، فقالت ليتك كنت حيضة، ليتك ما كنت ولد، ليتك كنت حيضة ما كنت أنجبك ولد، بعدين تخجلني تصعد على المنبر تقول ما تقول. وبعد ذلك عاش 6 أشهر، دس إليه السم فقتل، فصارت بلبلة، ما في عندهم خليفة، تزلزلت الأوضاع، واحد ثاير في الكوفة، واحد ثاير في الحجاز، واحد ثاير في البصرة، واحد ثاير في الأهواز. إنما تقوى أمر عبد الله بن الزبير، كونه ابن الزبير بن العوام، تقوى أمره واشتد أجره، فقامت دولته في الحجاز وتوسع في ذيك الأثناء. أيها الأخوة، في ذيك الأثناء اللي كان عبد الله بن الزبير في مكة، في نفس الفترة كان المختار منفصل عن عبد الله بن الزبير وراح استولى على الكوفة وأعلن فيها الحكم والولاء لأهل البيت وثار على بني أمية، فكان ينتظر يشوف النهاية شو تصير. وإذا في هالأثناء عبد الله بن الزبير مات يزيد، عبد الله الزبير قام يوسع الدولة، اجى استولى على الكوفة، استولى على العراق، أرسل أخاه مصعب، مصعب بن الزبير استولى على الكوفة وقتل المختار، مختار اللي كان الأمس إلى حد أمس حليفهم، قتلوه وقتلوا نساءه وعياله، حتى كان عنده زوجتين، واحدة بنت النعمان بن البشير الأنصاري، واحدة بنت سمرة بن جندب كما هو المعروف، هذه بنت سمرة بن جندب زوجته وبنت النعمان بن البشير زوجته. أرسل إليهم مصعب، عرض عليهم البراءة من المختار، طلب منهم يتبرون من المختار. بنت سمرة بن جندب تبرأت منه فأطلق سراحها، وبنت النعمان بن البشير الأنصاري رفضت، قالت أنا كيف أتبرأ منه، والله ما عرفته إلا صواما بالنهار قواما بالليل تاليا للقرآن، كيف أتبرأ منه، ليش أتبرأ منه؟ فأمر بضرب عنقها، وبالفعل وقفوها في ساحة من سوح الكوفة، وأخذ الجلاد، سحب الجلاد السيف وضربها وقتلها، وعزل فصل رأسها عن جسدها، فاستشهدت، وكانت أول امرأة تقتل بهالصورة أمام الناس وفي ساحة من سوح الكوفة يضرب عنقها، ملتفت من صلافتهم ووقاحتهم، حتى ما توانوا عن قتل النساء، قتلوا زوجة المختار، حتى أن الشاعر الكوفي ذاك اليوم تعجب واستغرب والناس استغربوا، وذاع خبرها في العراق وفي غير العراق، حتى قال الشاعر إن من أعجب الأعاجيب عندي قتل بيضاء حرة عطبولي، قتلوها ظلما على غير جرم، إن لله درها من قتيلي، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول. المهم لا علينا، استولى ابن الزبير على الحجاز وعلى العراق وأعلن نفسه خليفة، واستمرت أيامه 6 سنوات، وقيل 4 سنوات، قيل أكثر وقيل أقل، فترة لا بأس بها، استمر في الحكم إلى أيام عبد الملك بن مروان. عبد الملك جهز إليه الحجاج بن يوسف، حجاج بن يوسف الثقفي حاصر الكعبة مرة أخرى
وضربها مرة أخرى وقضى على عبد الله بن الزبير وعلى دولته، وعادت الحجاز والعراق هذه كلها عادت إلى الدولة الأموية بعد أن استقرت الحكومة لعبد الملك بن مروان. هذولا أيها الإخوة، أنا وغيري وكل الخطباء وكل العلماء وأرباب الحديث والمؤرخون لو اجتمعوا كلهم وكتبوا وقالوا ودونوا ما تخلص جنايات وجرائم وفضائح بني أمية لكثرتها. هذه اللي دونها التاريخ واحنا نعرفها، وكثير كثير ضاع منا، كثير من الكتب ضاعت، كثير من المصادر ضاعت، ولا هذا التاريخ مشحون بجرائمهم وجناياتهم. أنا الليلة طالب من الحديث، طلب مني من أول أمس طلب مني أن أذكر أولاد مسلم بن عقيل، هل غلامين المظلومين الشهيدين، فولو أن وقتنا قليل لكن مع ذلك إحنا نتبرك بذكرهم. من جملة جنايات بني أمية أيها الإخوة قتلهم لهالغلامين الصبيين. فقد روى الشيخ الصدوق في أماليه رحمة الله عليه، في أمال الشيخ الصدوق، ينقل عنا المجلسي في البحار، وينقل عنا الشيخ عباس القمي في كتابه، وينقل عنا الشيخ محمد مهدي المازندراني رحمة الله عليه في معالي السبطين، وكثير من العلماء والمحدثين والكتاب يروون عن الشيخ الصدوق. والشيخ الصدوق ثقة، عدل ثقة، عالم عدل ثقة، لا يمكن أن ينقل رواية يشك في صحتها، طالما ينقلها الشيخ الصدوق فهي رواية متينة ورواية عظيمة. يقول بعد واقعة الطف غلامين، طبعا تروى القصة بطريقين بشكلين، أنا أنقل لكم الطريق المشهور الرواية المشهورة. يقول بعد واقعة الطف اثنين غلامين من عائلة الحسين ضاعوا فقدوا، وين هم ما يدرون عنهم، ثم أخذوا النساء أو العائلة إلى الكوفة إلى الشام. في الكوفة أعلن عبيد الله بن زياد أنه إحنا أحصينا الأسراء، عندنا غلامين مفقودين وهما ولدا مسلم بن عقيل. التاريخ يقول عنهم غلامين، الشيخ الصدوق يقول عنهم غلامين، والغلام دون الخامسة عشرة، عرفت شلون؟ أقل من 15 سنة، اللي عمره 10 سنين 11 سنة 13 سنة 9 سنين يعبر عنه بالغلام. هذول غلامين بالضبط أعمارهم مش قيد ما نعرف، إنما هما غلامان، غلامان صغيران ضاعوا، ثم ألقي القبض عليهما في الكوفة، استولوا عليهما وجيء بهما إلى عبيد الله بن زياد. ابن زياد لعنه الله سلمهما إلى سجان، سجان شيخ كبير سلم إليه هذين الغلامين، قال احتفظ بهما حتى أرى رأيي فيهما، حتى آمرك فيهما. قال نعم. والشيخ السجان ما يعرفهم من ذول، إنما الأمير أمره بسجن هؤلاء هذين الغلامين، فأخذهما ووضعهما في السجن. وكان قد أمره ابن زياد، أمر الشيخ، أمر السجان أن يضيق عليهما في الطعام والشراب، قال له أما من طيب الطعام فلا تطعمهما، ومن بارد الشراب فلا تسقهما. والشيخ امتثل لأمر عبيد الله بن زياد، كان يقدم لهما باليوم مرة واحدة عند الإفطار، يقدم لهما قرصين من خبز الشعير وكوز فيهما. هالغلامين يشوفون بالنهار ما عندهم أكل فينون الصوم، ظلوا صايمين يوم ويومين وشهر وشهرين إلى أن اقتربت منهم سنة كاملة وهما في سجن عبيد الله بن زياد وبيد هذا السجان الذي ضيق عليهما في المأكل وفي المشرب في الطعام والشراب. بعد ذلك في ليلة من الليالي الأخ الكبير عانق أخاه الصغير، قال له أخي شو تقول نعرض عليه أمرنا، نعرفه بأنفسنا، نقول له نحن عترة رسول الله، إحنا أولاد مسلم بن عقيل،
ليش يضيق علينا؟ لعله يسمع خبرنا فيخفف علينا. وبالفعل لما أجاهم الشيخ ليلا قدم لهما القرصين وقدم لهما كوز الماء، سلما عليه. قالوا له: يا شيخ، نريد أن نكلمك في شأن. قال: نعم، كلماني. قال له: يا شيخ، أتعرف محمد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم، كيف لا أعرفه، وهو نبي، ونبي الإسلام، نبي الرحمة، إمام الهدى، كيف لا أعرفه؟ قالوا له: أو تعرف علي بن أبي طالب؟ قال: نعم والله أعرفه، هو أخو رسول الله وزوج ابنته، وهو ابن عم رسول الله، وهو إمامي وسيدي ومولاي. طلع السجان شيعي هذا يعرف حق علي. قال له: يا شيخ، وهل تعرف عقيل ابن أبي طالب؟ هل تعرف جعفر ابن أبي طالب؟ قال: نعم، كيف لا أعرفه، وهو الذي وهبه الله جناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة. قال له: وهل تعرف عقيل ابن أبي طالب؟ قال: نعم، كيف لا أعرفه، وهو أخو أمير المؤمنين، أخو سيدي ومولاي علي بن أبي طالب. قال له: أو تعرف مسلم؟ قال: نعم أعرفه، ابن عقيل، هذا سفير الحسين. قال: يا شيخ، والله نحن ولدي مسلم ابن عقيل، نحن عترة رسول الله، أمر ابن زياد بحبسنا بسجننا، فلما عرف الشيخ ذلك ألقى بنفسه على يديه ورجليه يقبلهما ويعتذر إليهما، ثم قدم لهما طعاما طيبا وشرابا باردا وجهزهما بالطعام والشراب، فلما جن عليهما الليل أخرجهما وأوصلهما إلى الطريق العام، إلى الجادة العامة. قال لهما: يا ولدي، هذا الطريق يذهب بكما إلى المدينة، اذهبا في شأنكما، وأنا أتقرب بإطلاقكما، أتقرب إلى الله ورسوله، روحوا الله معكم. فمشى الغلامان في هذا الليل المظلم الحالك، وهما غريبان لا يدريان أين يتوجهان وإلى من يلتجئان. فلما صاروا خارج الكوفة وجدوا خباء، توجهوا إلى هذا الخباء وإذا فيه امرأة عجوز، سلموا عليها فردت عليهم السلام وسألت: من أنتما؟ ليش هالغلامين هذول في الصحراء؟ شو يسووا في هالليل المظلم؟ قال لها: أيتها الامرأة، إننا عترة رسول الله ونحن غريبان، ألا تأويانا هذه الليلة؟ ما تأوينا هذه الليلة عندك؟ قالت: نعم، لكن إن لي ختن خبيث، صهر خبيث، هذا ذاهب يبحث عن ولدي مسلم، ليكون أنتم أولاد مسلم بن عقيل؟ قال: نعم والله نحن ولدي مسلم، نحن ولدا مسلم، وقد جن علينا الليل وقد هربنا من سجن ابن زياد، فآوينا، أنزلينا في منزلك، ولك عند الله الدرجة العظيمة، تقربي بنا إلى رسول الله. قالت: والله إني أتمنى، أحب أن أجعلكم في مأواي في بيتي، لكن هذا ختني خبيث، أخاف يعلم بخبركما ويخبر ابن زياد. قال: هي هذه الليلة، سواد هذه الليلة، فإذا طلع الفجر خرجنا من عندك. فأدخلتهما الدار وآوتهما وجعلتهما في بيت في حجرة وغطتهما. بعد ذلك الغلامان ناما وتعانق بعضهما مع بعض. الكبير التفت إلى الصغير قال له: أخي، أن أظن أن هذه الليلة هي آخر ليلة من حياتنا، تعال لنتعانق، تعال ليشم بعضنا بعضا ويودع بعضنا بعضا. فتعانقا وناما، وبينما هم في حلاوة النوم، وإذا بصهرها بختنها قد أقبل، أقبل مجهدا متعبا هالكا جوعانا عطشانا، وجعل يسب ويشتم، وقد أخذ منه الغضب كل ما أخذ. التفتت إليه قالت: ليش بيك؟ ليش أنت بهالحالة؟ قال: لقد أجهدت نفسي وأتعبت فرسي في البحث عن ولدي مسلم، ذولا هاربين من سجن عبيد الله بن زياد،
وأنا منذ الصباح أبحث عنهما، أريد أن ألقي القبض عليهما وأسلمهما إلى عبيد الله بن زياد وأخذ منه الجائزة 2000 درهم. 2000 درهم جعل جائزة للي يحصل، للي يلقي القبض على هذين الغلامين. المرأة خافت واضطربت كثيرا، فقدمت له الطعام والشراب فأكل وشرب ثم دخل الحجرة لينام. فلما كان في وسط الليل سمع غطيط الأطفال، قام وأخذ بيده شمعة وجعل يبحث حتى وضع يديه على الغلامين، أخذهما. قال: من أنتما؟ قال له: يا رجل، نحن عترة رسول الله، نحن ولدي مسلم، نحن ولدا مسلم، هربنا من سجنه، فلا تفضحنا ولا تسلمنا، حافظ على حياتنا، تقرب بنا إلى الله. قال: والله لن أدعكما حتى أسلمكما إلى الأمير بن زياد. وشد كتفيهما، ربطهما بالحبال، وألقاهما في الحجرة حتى أصبح الصباح. فلما أصبح كان له غلام يقال له فليح، غلام أسود يقال له فليح. أمر فليح أن يأخذهما إلى شاطئ الفرات فيضرب أعناقهما ويلقي بجثتيهما في الماء ويعود برأسيهما حتى يأخذ الرأسين إلى عبيد الله بن زياد. فلما أخذهما فليح متوجها إلى الفرات التفت إليه الغلامان، قال: يا أسود، كم أنت شبيه، سوادك شبيه بسواد مؤذن رسول الله بلال. قال: وهل تعرفان بلال؟ قال: يا أسود، والله نحن عترة رسول الله، نحن أولاد مسلم، عمنا علي بن أبي طالب. فلما سمع الغلام هذا الخبر بكى وقبل يديهما ورجليهما وأطلق سراحهما وألقى بالسيف وألقى بنفسه في الفرات وعبر الفرات ولم يعد لصاحبه لمولاه. بقي الغلامان في حيرة من أمره في حيرة من أمرهما. أقبل الرجل وصل إليهما، شاف غلامه قد فر وأطلق سراح الغلامين، عبده فر منه وترك الغلامين فأخذهما وعاد بهما إلى البيت. ثم التفت إلى ولده، عند ابن، قال له: بني، أنا إنما أجمع الأموال لك، إنما أجمع الحلال والحرام لك، اللي عندي ما عندي كله أدخره لك لأجلك، وعليك أن تأخذ الغلامين الولدين تضرب عنقهما وتأتيني برأسيهما. فأخذ ولده الغلامين وتوجه، فكلماه وخاطباه بنفس الخطاب، بنفس الكلام اللي كلموا به الغلام، فرق لهما ولده. قال: والله يا ابني، يا عترة رسول الله، يا ولدي مسلم، أنا لا أطيق أن أقتلكما ولا أطيق أن يكون جد رسول الله خصمي يوم القيامة. أطلقهما وألقى بنفسه في الفرات وعبر إلى الجهة الأخرى والتحق بالغلام الأسود. فأقبل اللعين بنفسه، أخذهما، شد وثاقهما، سل السيف عليهما، الأكبر والأصغر. الغلام الأكبر ابنه، ابن مسلم الأكبر، لما وقعت عينه على سيف الرجل وهو مسلول التفت إليه، قال: بالله عليك، إن كنت قاتلنا فاقتلني قبل أخي. والتفت الصغير إليه قال: بل اقتلني قبل أخي الكبير. قال: والله لن أدعكما وأقتلكما. ثم التفت إليه قال: يا رجل، بالله عليك، سلمنا في سوق النخاسين إلى رجل يبيعنا واستفد من أثماننا، ليش تسلمنا أثماننا يصير أكثر من 2000 درهم؟ قال: لا والله، لا مناص من ذلك، لا أدعكما حتى أقتلكما. قال له: يا رجل، بالله عليك، إن كنت لابد تريد أن تقتلنا فسلمنا حيين إلى عبيد الله بن زياد، ليش تقتلنا؟ سلمنا أحياء واخذ الجائزة. عبيد الله بن زياد ما أمرك بقتلنا، أمر بإلقاء القبض علينا. قال: لا والله، لابد من قتلكما. فعند ذلك قدم الكبير نفسه
على الصغير وقدم الصغير نفسه على الكبير. فلما سل السيف ليقتلهما ليضرب عنقيهما التفت إليه قال يا شيخ بالله عليك دعنا نصلي لربنا. قال صليا ما شئتما إن نفعتكم الصلاة. فوقفا وصلى لربهم 4 ركعات، هذا صلى 4 ركعات، ذاك صلى 4 ركعات. ثم رفعا يديهما الصغيرين إلى السماء، رفعا طرفهما إلى السماء قائلين اللهم يا أحكم الحاكمين احكم بيننا وبين هذا الرجل، احكم بيننا وبين القوم الظالمين، يعز عليك يا رسول الله. ثم جرد سيفه وضرب عنق الأول وألقى بجسده في الفرات، ثم ضرب عنق الثاني وألقى جسده في الفرات، ثم غسل الرأسين أي رحم الله من نادى وسيدا ومظلوما، يعز على الزهراء، يعز على أمير المؤمنين، يعز على رسول الله. كم ظلامة جرت عليكم يا أهل البيت، حتى أطفالكم ما تركوهم حتى قتلوهم. أخذ الرأسين اجى إلى عبيد الله بن زياد، لما دخل وضع الرأسين بين يديه. سبحان الله، سبحان الله، مقلب القلوب. هذا عبيد بن زياد، عبيد الله بن زياد هالقاسي هالطاغي، هذا اللي أمر بقتل الحسين. مرة واحدة تغير، وقعت عينه على رأسين صغيرين. قال له ويلك من هؤلاء؟ قال له هؤلاء ولدي مسلم. قال قتلتهما؟ ما أقسى قلبك؟ ليش ما أتيت بهما إلي لأحكم فيهما بحكمي؟ قال قلت لا والله أقتلهما حتى أنال منك الجائزة 2000 درهم. قال له زين، دار بينك وبينهما كلام؟ دار بينك وبينهما حوار؟ قال نعم. ماذا قال لك؟ شنو قال لك؟ قال لما أخذتهم قالوا لي بيعنا في سوق النخاسين واستفد بأثماننا، انتفع بأثماننا. قال نعم. وأنت ماذا قلت؟ ماذا أجبتهما؟ قال قلت لهما لا والله لا بد من قتلكما. قال ثم قال ماذا؟ قال ثم قال خذنا إلى ابن زياد حيين، لا تقتلنا، انقلنا إلى ابن زياد حيين. قال نعم. وأنت شنو قلت لهما؟ قال قلت لهما لا والله لا بد من قتلكما. قال بعد شنو قالوا لك؟ قالوا لي صلوا ركعات ثم رفع يديهما الصغيرين إلى السماء قال اللهم احكم بيننا وبين هذا الرجل، يا حكم ويا عدل احكم بيننا وبين هذا الرجل، بين من قتل عترة نبيك. قال نعم والله، حكم الله بينك وبينهما. يا فلان خذه واذهب به إلى المكان اللي قتل الصبيين، قتل الغلامين، واضرب عنقه. فأخذه في ساعته إلى المكان نفسه وضرب عنقه والتحق بالدرك الأسفل من النار. هذه جنايات بني أمية أيها الأخوة، هذه المصائب اللي يسمعها كل صاحب قلب رحيم وعاطفة جياشة وضمير حي لا بد وأن يبكي، لا بد وأن يبكي. أباد وآل رسول الله ما خلوا منهم. مسلم بن عقيل جاء سفير من قبل الحسين، ما أراد بهم سوء، ما صنع شيء، قتلوه عطشانا، قتلوا أولاده، بنت حميدة صارت سبية. يقولون الحسين أخذها لما سمع خبر مسلم، نادى قال ايتوني بحميدة، جيبوا لي حميدة. فأجلسها في حجره، جعل يمسح بيده على رأسها، فأحست الطفلة باليتم، قالت خالي أبا عبد الله لماذا تصنع بي هذا؟ هل قتل والدي؟ هل أصيب والدي؟ هل جاءك خبر عن والدي مسلم؟ قال لها بني أنا أبوك، أنا عمك، أنا خالك. فجعل يمسح بيده على رأسها وهو حزين يبكي وهي تبكي. الشاعر يقول قلبي كسرته
يا غريب الغاضريه مثل اليتامى تمسح بكفك علي بمسحك على راسي تركت الدمع همال ما عودتني بهالفعيل من قبل يا خال بمسحك على راسي تركت الدمع همال أحست باليتم أحست بالحالة. ذكر الرواة أن سكينة بنت الحسين كانت واقفة فرأت ما فعل الحسين بحميدة، فلما كان اليوم العاشر أقبلت إلى أبيها منادي أبي أريد أن تصنع بي ما صنعت بحميدة، وجلسها في حجنه جعل يمسح رأسها كان لي بلسان حالها وهي تقول يا ابو يقول لا تخفي علي اي هذه روحتك يا بعايا يا ابو ينشان رايح هاي يخذني وياك عقبك ما اقدر اصبر يخذني وياك عقبك ما اقدر اصبر يا الله. إخواني غدا ليلة ختام المجلس، مو هالشكل ليلة ختام هذا المجلس، وفي نفس الوقت أنا عندي مجلس آخر يبدأ من الليلة القادمة في حسينية معرفي. المجلس يبدأ غدا في نفس الوقت اللي نبدأ هنا ساعة 9 يعني 9:45، فلا يمكن الجمع بين المجلسين، لذا أنا رجوت الإخوان أن نقدم المجلس غدا، إما نقدمه أو نأخره. فتفضل الحجي أن نقدمه نخلي المجلس 8:30، فالرجاء من الإخوان بكرة يتفضلون ساعة 8:30 هنا نقرأ نصف ساعة مختصر وبعدين تروحون إلى المجلس الآخر. يعني بعض الإخوان الأعزاء اللي يجونا متأخرين ممكن يحضرون مجلسنا أول الليل ساعة 8:30، بحول الله نقرأ عندكم في هذا المكان في هذه الحسينية المباركة، بعدين تروحون إلى المجالس الأخرى، لأن أنا بكرة كما ذكرت لكم لابد أن أجمع بين مجلسين هنا وحسينية معرفي. أما في حسينية معرفي فسوف أستمر إلى آخر شهر صفر إن شاء الله لو كنا على قيد الحياة، فأرجوكم تتفضلون بالحضور 8:30 إن شاء الله حتى نقرأ ساعة 8:30 بس بكرة. الليالي القادمة الخطيب اللي راح يقرأ إن شاء الله بعدي على نفس العادة نفس الوقت، بس بكرة تتفضلون علي وتحضرون ساعة 8:30 وجزاكم الله خيرا. أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، من على مرضانا بالشفاء والصحة، المريض المنظور المرضى المنظورين ألبسهم ثوب العافية. اللهم تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات. يا
هذا السيد يا باب الله.